عشاق الشمس انتبهوا، تحذير أطلقه ويطلقه مراراً أطباء الجلد وخبراء الصحة للفت انتباه الناس إلى مرض بات يؤرق الكثيرين في الوقت الحاضر، وهو مرض سرطان الجلد الذي ارتفعت نسب الإصابة به في السنوات الأخيرة بشكل كبير عما كانت عليه قبل 40 عاماً. السرطان بشكل عام هو نمو غير طبيعي لخلايا من خلايا الجسم، نحكي على الجلد، نوع من تركيبات تركيب الجلد بينمو بشكل غير طبيعي. هلا اذا نمو بغير طبيعي وما غزا المناطق الثانيه هذا ورم حبيد، اذا غزا المناطق الثانيه من الجلد او من الاوعيه الدمويه او الاوعيه الليمفاويه صار هذا خبيث. فأورام الجلد حالياً حسينا انتشار كتير واسع للتشخيص، تقريباً 5.4 مليون حالة تشخصت بالسنوات السابقة كل سنة. بس الشغلة الإيجابية بهالمنطقة أنه الجلد نسبة الوفيات قليلة، تقريباً 2000 نسبة ل 5 مليون تشخصت. هلأ مشان تشخيص سرطان الجلد أول شيء بناخد القصة السريرية للمريض، مثلاً إيه ما طلعت الشامة، بناخد حجمها، بناخد أبعادها. في شامات بس مراقبة بنخلي المريض كل 6 شهور يجي نراقب الحالة. في حالات لا بنلاقي في عوامل خطورة أكثر، بتكون حجمها كبير أكثر من 0.6، فمفضل ناخد خزعة منها. لأن احنا بنقول دائما بموضوع سرطان الجلد بنقسمه للتسهيل، شيء بنسميه سرطان الجلد الميلانوما، الحديث الشائع بصير عنه اللي هو أخبث أنواع سرطان الجلد، وفي الأنواع الثانية بنسميها مثلا سرطان شائكة الخلايا وسرطان قاعدية الخلايا. التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية مهما كان مصدرها يؤثر بشكل سلبي على صحة الجلد. تعد أجهزة التسمير المنتشرة بشكل واسع الآن مصدر خطر يزيد أيضاً من فرص الإصابة بسرطان الجلد عند الإفراط في استعمالها.
الفحص المبكر كتير مهم، لأنه كانسر الجلد إذا نفحص بشكل مبكر وتشخص وبيتعالج فهو شفاؤه 100%، ونسبة الوفاة فيه كتير كتير قليلة. فالفحص المبكر كتير مهم. الفحص أول شيء هو الفحص الذاتي، منبلش الفحص. المريض لازم يفحص حاله دائما، يفحص الجلد، يفحص الظهر، يحط مراي، يشوف الأقشية المخاطية عنده، لأنه بأي منطقة في احتمال يصير ورم. فأي شيء غير طبيعي لازم فورا يستشير الطبيب الجلدية. فلما نشوف شيء غير طبيعي اللي هي العلامات اللي مثل إنه شامي كبرت بسرعة، لون تغير، حدود غير منتظمة صارت، نزف غير طبيعي من آفات الجلد. نحن الميزة الموجودة بسرطان الجلد إنه هو السرطان الوحيد اللي فينا نشوفه وبالتالي نحذر منه وننتبه عليه. والمراحل الباكرة العلاج هو علاج نهائي ونقول قابل للعلاج وشفاء تام، ولكن لما بتتأخر القصة بتصير الإنذار أسوأ. فخلينا نقول شو هي العلامات الأساسية اللي نحن نعتمد عليها بالتشخيص، بمعنى أي شامة مريبة بالنسبة لنا في علامات انحطت اتفقوا عليها الأطباء لحتى للتسهيل. فنحن مثل ما أننا شايفين قدامنا في عنا العلامات اللي نسميهم A, B, C, D, E. راح نبلش مع كل وحدة هيك بشرح لطيف وما يكون فيه كتير معلومات صعبة. الأي دائما الأسيمتري اللي موضوع عدم التناظر، بمعنى أنا اليوم إذا قسمت الشامة بخط وهمي لأعلى وأسفل أو يمين ويسار، هل الطرفين ما بيكونوا متناظرين؟ فهذا بنشوفه كتير بالشامات، وخاصة الشامات الخبيثة بنأكد على هالعلامة إنه هي من العلامات الموجودة. البي اللي هو البوردر اللي هو الحواف، الحواف مش مستديرة مش دائرة، الحواف بتكون حواف مشرشرة مثل الزجزاك، يعني ما تكون حواف منتظمة أبدا. السي اللي هي الكلر، بمعنى بنفس الشامة بيكون في عنا أكثر من لون، مش لون واحد متجانس، ممكن نشوف اللون البني، اللون الأسود، حتى لون أزرق أحيانا أو لون أبيض داخل الشامة. هي كلها علامات خطورة بالنسبة لنا. الدي طبعا دايمتر أو القطر الموجود، القطر نحن منقول دائما إذا ردنا نشبهه اللي هو 6 مليمتر اللي هو قد ممحات قلم الرصاص، يعني إذا حطينا بالنسبة لنا هاي الممحات القطر بيكون أكبر من هذا القطر لحتى نقول إنه الشامة. طبعاً في ميلانوما بتكون أحجامها أصغر، بس الدارج والشائع إنه يكون القطر أكبر من 6 مليمتر. آخر شيء الإيل إيفولفينج، بمعنى شامة عم تتطور، يعني أنا عندي شامة كانت صغيرة بلشت تكبر، أو شامة بلشت ترتفع عن سطح الجلد خلال فترة قصيرة، أو شامة بلش يظهر شيء حواليها، أو شامة مثلاً بلشت تعطي أعراض حكة، ألم، نزف. هاي فوراً تستدعي مراجعة طبيب الجلد لاتخاذ الإجراء المناسب. تاتو الشمس أو وشم الشمس أحدث صيحة اليوم بين الكثير من الشباب، يحذر منها الأطباء بشكل كبير لأنها تعتمد على حروق الشمس، وتقوم على وضع قالب أو رسمة معينة على الجلد وتعريض منطقة الجلد هذه لأشعة الشمس بشكل كبير لتظهر وكأنها وشم طبيعي. الموضوع يعني أنا بالنسبة لي موضوع الارت اللي عم ينعمل هذا موضوع نحن منطلق من السلامة أولاً، safety first، يعني موضوع خطير. نحن اليوم لننبه، لنقرأ أجراس الخطر، لنوجه رسالة تحذير إنه موضوع الشمس بنرجع بنقول هي مش صديقة لنا، وبالتالي هذا الشيء اللي عم بيصير عم بيزيد احتمالات نتيجة التعرض للشمس تطور تنشؤات أو سرطان الجلد. والحقيقة إذا فعلاً صار سرطان جلد مثل ما قلنا بداياته سهلة ونهاياته وخيمة جداً، فأنا بهذا الموضوع بحذر منه تماماً، لأنه في عنا كتير مشاكل للشمس تبدأ بحرق الشمس، وما بقى بالمرحلة اللي بعدها بيجي موضوع التصبغات، حتى موضوع
ندير بالنا كثير الواقي الشمسي اولا واخيرا، وقد ما فينا نتجنب اوقات الخطوره. في اوقات معينه الشمس تكون فيها عموديه على الارض، هي اخطر الاوقات على الاطلاق، وبالتالي ما بين على سبيل المثال الساعه 11 و2 او 3 فتره بعد الظهر هي فتره خطيره جدا للتعرض، وبالتالي كل الخطوره موجوده فيها. على الاقل نتجنب الوقت اللي موجوده فيه الشمس بشكل عمودي على الارض لحتى تكون نوعا ما نحن بعيدين عن الخطوره ما امكن. بالنسبة لمواقع تطور الميلانوما أو سرطان الجلد، مش بس المناطق المعرضة للشمس، ممكن كمان يكون في مناطق الطيات بالجسم، ولكن الأشيع وجودها على المناطق المعرضة للشمس، خاصة منطقة الظهر يعد المنطقة الأولى للميلانوما. بس كتير نحن بنقول بالفحص الذاتي اللي نشجع المرضى أنه يتبعوه، كثير من الأماكن اللي هي طيات الجسم تحت الإبطين خلف الركب، بنقول إنه يكون في مراية ونحاول نفحص الأماكن، بمعنى إنه الأماكن مش كثير معرضة للشمس ومع ذلك ممكن تطور فيها سرطان الجلد، ولكن الأشياء دائما هي المناطق المعرضة للشمس وأشياء مكان هو الظهر.